معلش النهارده ده بدايه اول حلقه في الحوار المجتمعي، فعذرا عذرا لكل اتصالات ورسائل الناس عماله تيجي وكله عايز يعمل مداخلات. النهارده بس عملنا زي ما قلنا كده ايه، بنطرح تساؤلات ونسمع بعض. حلقه ثانيه ان شاء الله هقول لحضراتكم عليها تكون امتى باذن الله تعالى، نفتح بقى مداخلات من بدايه الحلقه. هاخد تعقيبات سريعه من ضيوفي الكرام قبل الختام. شيخ اسامه اتفضل. يعني اشاره للشعب المصري كله، مفيش زيادات وقدامنا فتره اعداد مشروع القانون مش اقل من 4 شهور. بقيت اللي لا هيزيد شويه، 4 5 يعني خلينا قدامنا كام شهر يعني. ده اعداد وحوار مجتمعي ولسه حوار مجتمعي وشيوخ وشعب ودستوريه كل ده. ما تستعجلش، أيوة. فكتب كتاب بنتك، عشان بيحصل خلاف قبل الزفاف بيوم وباتنين وبتنفصل والزيجه بتفشل. فبنتك ما تاخدش لقب مطلقه او ابنك ياخد لقب مطلق، ما فيش زيادات وما تسمعوش للاشاعات، واللي يقول لك الكلام ده بلغ الشرطه فيه. استاذه مها اتفضلي. طيب انا عندي تعقيب سريع على اللي قاله دكتور اشرف. انا بتفق معاه طبعا ان احنا عندنا ازمه في منظومه التحريات، ولازم ولذلك كان عندي اقتراح متعلق بالشرطه الاسريه، ان الشرطه الاسريه ايضا تكون ضمن الهيئه المعاونه لسياده المستشار او سياده القاضي الذي يحكم في الدعوه. ده رقم واحد. رقم اتنين فيما يتعلق بفكره انه انا اعاقب الابن بابوه، ان الاب اتحبس لاي سبب من الاسباب، مش هتكلم عن نفقه، فاجي اقول ما يخش الشرطه او جيش. هنا فين مبدا المواطنه؟ احنا لازم نرجع تاني خطوه لورا برضه بالنص القانوني والدستوري. في حاجه اسمها مبدا المواطنه، ان الطفل ملهوش ذنب ابوه ايه وامه ايه، وبالتالي من حقه يخش الجيش او شرطه او غيره. يعني انت لو جيت تقدم لبنتك او ابنك، لا ده موضوع تاني. انا بتكلم لحظه واحده، انا بتكلم في حاجه ليها علاقه بالقانون مش في العادات والتقاليد. أيه ماشي، انا بتكلم كله. لا حضرتك يبقى اتكلم في كله، انا هتكلم في القانون. طيب ماشي، عشان الوقت بالظبط. دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه، الملف الواحد مش لمصلحه الاسره، الملف الواحد مصلحه اقتصاديه وطنيه. ليه؟ لان بوفر 25 قضية في ملف واحد، فبوفر الأوضاء والموظفين والبنزين كل حاجة في الدنيا. حاجة أخيرة، رسالة لسيادة وزير العدل، أرجوك أرجوك يا سيادة المستشار، أرجوك ارحمنا من الرسوم القضائية بلا نص. الناس مش هتقدر تخش المحكمة وإحنا كده بنلعب بالنار. شكرا. ده أمن مجتمعي. آخر رسالة، معلش ارحموا المحامين من الضرايب يا جماعه، ما احنا بناخد من المواطن. شكرا. انا مش تاجر، انا بقدم رساله. دكتور. انا صاحبة رساله، ارحمونا شويه. دكتور اشرف اتفضل سريعا. يعني انا شايف ان لن ينصلح حال الاسره المصريه الا بقانون يدعم الرعايه المشتركه، وزي ما قلت في اول حلقه وكررتها تاني، لازم سن الحضانه يتقسم بين الام والاب، لازم الاب يبقى بعد الام في الحضانه بوفاتها او بزواجها من اجنبي على الطفل. ثالث حاجه، التخيير لابد من الغائه. الحضانه تخلص، الطفل يروح للاب. غير كده هنقعد وهنقعد بعد 10 سنين تاني وهنرجع نقعد القعده دي، واللي مش مصدق الكلام ده يرجع لعدد حالات الطلاق سنه 2005 قبل رفع سن الحضانه، وعدد حالات الطلاق في 2009 بعد رفع سن الحضانه. دكتور، والارقام موجوده في الجهاز المركزي بتاع العمل والاحصاء. عايز اقف دراع الست بعيالها. ايه اللي في دراع؟ غير انساني. يبقى القانون الحالي بيلوي دراع الراجل. ان انا اقعدها غصب عنها. لا بس خليني بس ناكد، انت النهارده الراجل لازم يستحمل زوجه لا تصلح عشان اطفاله. انت بتلوي النهارده دراع الراجل باطفاله. رعايه مشتركه حتى لو اختلفت. اسف، انت النهارده بتلوي دراع الراجل باطفاله. لو طلقت هتتحلم من ولادك، لو طلقت هتتاخد شقتك، لا نلوي دراع هنا، لو طلقت مش هتشوف ولادك تاني انت واهلك. لا هنا ولا هنا. النهارده حضرتك رعايه مشتركه، رعايه مشتركه، ما ده اللي بقوله. تعقيب سريع، لازم اختم، لازم اختم، وده مهم جدا. احنا مش مع الاب ولا الام ولا الزوجه للزوجه. نعم. احنا اولا مع الاطفال، ثم مع الاسره، وان الاسره تكتمل وتتماسك من اجل مجتمع افضل. الحبس لازم اقف عندها، لان الكلام اتقال وما ينفعش يعدي كده مرور الكرام. الحبس في النفقات مختلف عن الحبس والسجن، لانه حبس بيسقط فورا مجرد سداد النفقه. صحيح. فورا بينتهي. الحاجه الثانيه، ان في اكتر من وسيله غير الحبس هترغم الزوج عن النفقه، لانها اكبر جريمه في كل اللي احنا قلناه، الامتناع عن الانفاق، وده عن انفاق على الاطفال، وده مهم جدا لازم نقف عندها، لانها اكبر جريمه واسوأ اخلاق فيما قلنا. عشان كده لازم الزوج مهما كان ظروفه يصرف على ابنائه النفقه، لانه مسؤول عنهم، وده في غايه الاهميه. يبقى طبعا كلام كتير ما قلناهوش في الحلقه الشخصيه. احنا بنتكلم لازم الزوجه لازم تعرف
لو الزوج طبعا تزوج باخرى ولازم تبقى وتعلم بده علم اليقين ويوصل لها بانها تتزوج باخرى وتوافق او ترفض مع استمرار العلاقه الزوجيه، والكلام ده موجود. عايز اقول ان احنا بنتمنى ان القانون يراعي كل الاطراف مش مع طرف ضد طرف. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شرفتوني، شرفتوني، شكرا جزيلا، بشكركم. ده الجزء الاولاني من زي ما بقول كده، زي ما حكوا، زي ما بقول كده، حوار مجتمع، بنسمع كل الناس ونطرح كل الافكار، مهم قوي نطرح الافكار حتى لو ما كناش متفقين كلنا، مش هينفع كلنا نتفق على حاجه واحده، بس يبقى في افكار مختلفه، الراي اللجنه تشوف اللقاءات ديت وهذا الحوار، وبالتالي يكون تحت بصر اللجنه قضاتنا الاجلاء كل الاراء اللي موجوده في المجتمع. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، اشوفكم بكره ان شاء الله، تصبحوا على الف خير.